الشعب المخزن وشكوركم الاحرار فوقاوي خليهم اسرار فوقاوي خليهم اسرار واك واك على المسؤولين هما هما المسؤولين وشكور الكادحين اولاد الشعب الكادح ما ربينا احتاج ريشة. الوقفة ديالنا ديال اليوم ديال الحراك الشعبي ديال مدينة الدار البيضاء اختارينا نديروها اليوم 20 يوليوز وهي ذكرى ديال المعركة ديال أنوان وفيها جينا كساكنة ديال حي درب السلطان لنعبر على التضامن ديالنا مع الحراك ديال الريف. هذا الحي هذا اللي عرف نضالات ديال 65 وكانوا ديال الضحايا هنايا في المنطقة. هذه المنطقة ديال درب السلطان في 81 خرجوا السكان للمطالبة ولحد اليوم باقي موضوع ديال المساءلة على الانتهاكات الجسيمة اللي عرفها هذا الحي مازال مطروحة. الحي اليوم كيعيش أوضاع مزرية وخرجت الساكنة للتعبير على التضامن ديالها مع حراك الريف والمطالبة بالحقوق ديالها، حقها في السكن، حقها في العيش، حقها في التعليم عمومي ديمقراطي.